شركة سباير، مستشارك لنجاح استثمارك وتنمية الزراعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في معلومة إرشادية جديدة بتقدمها شركة سباير لكل مزارعين مصر. الندوات المتأخرة مشكلة بتواجه مزارعي الطماطم. احنا النهاردة في صدد الكلام عن الطماطم الشري وتحديدا التصدير، يعني اللي ما ينفعش يبقى فيها متبقيات. الندوات المتأخرة عبارة عن بقع بنية بتظهر حواليها هالات صفراء، بتظهر في أي وقت وفي أي عمر من أعمار النبات، بتظهر على السطح العلوي للورقة. السطح العلوي للورقة معناها هو مصنع الغذاء للنبات. اتضربت الورقة، اتضرب المحصول. نحل هذه المشكلة ازاي؟ بعد الفاصل خليكم معانا وهتعرفوا ايه هو الحل. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين عشان نشوف بقى فطر الفيتوفثرا اللي بيسبب الندوات المتأخرة حله ايه. نتعرف بحضرتك يا فندم. محمد السيد الدبسي على فكره حد من اشطر الناس اللي بتزرع الطماطم الشيري هنا وبتصدرها. احنا موجودين معاكم في ابو المطامير محافظه البحيره. فين بقى احنا فين بالظبط؟ منطقه العاشر مدرسه. العاشر مدرسه هي اسمها كده. طيب تمام، عامل ايه بقى مع الندوات المتاخره؟ والله هو كان طبعا الجو ملخبط معانا، لخبطه السنه دي صعب قوي، بيأثر علينا كتير خالص في حته معالجه الندوات، لان طبعا في الايام اللي احنا فيها دلوقتي كثرة التغيرات وكثرة التقلبات الجوية دي أثرت على عرضتنا أكثر يعني كثرة شغل الندوات والجو الملخبط. احنا دلوقتي حر وبالليل احنا بقى برد. وغير كده كمان كان في شتاء مثلا في غير مواعيده وحاجات كده يعني. فطبعا ربنا كرمنا ان في بعض مثلا شركه زي شركه سباير فيها بعض المنتجات كويسه، اسعار كويسه، خدت بعض المركبات من عندهم جربتها في الندوه المتاخره، صراحه كانت ممتازه خالص زي البيروت 50%. كان يعني جاب معايا النتيجه بعد حوالي 3 ايام، كان بسم الله ما شاء الله الغيط كله كان نظيف 100%. خلص لك على الندوات دي خالص نهائي. هو ده اللي انت كنت لسه استخدمته؟ ده اللي انا استخدمته اوقفه تماما. تمام. طيب احنا النهارده بنتكلم عن منتج اسمه بيروف 50%. بيروف ده يعني زي ما احنا شايفين كده الماده الفعاله فيه ماده اسمها دايروث مورف، دي اسم الماده الفعاله. طبعا تركيزها هو 50% زي ما حضراتكم شايفين. اللي بيميز هذه العبوه اولا انها عبوه من كيس، يعني صعب جدا اختراقه وصعب جدا تزويره، خامه محترمه، يعني نقدر نسمع صوت الخليط بتاعنا باودر، يعني ما طالبوش اي نوع من انواع الرطوبه. وده دايما شعارنا في شركه سباير، جوده عالميه باسعار محليه. وخليني قبل ما اختم هذا اللقاء المهم اسال حضرتك، استخدمت هذا الكيس ازاي؟ طبعا جبته خدت المعدل بتاعه على الموتور ورشيته على الموتور بالرش عام. طيب يعني هو بمعدل 50 جرام لكل 100 لتر ميه، يعني خلينا نشوف مع بعض العبوه دي 100 جرام معناها انها بتاخد 200 لتر ميه، يعني بتاخد 200 لتر ميه، دي على 200 لتر ميه برميل تقريبا يعني. تمام. يبقى دي على البرميل ونرش بيها نخلص من الندوات المتاخره. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دايما تابعونا ودايما شعارنا جوده عالميه باسعار محليه. دايروف 500 مبيض فطري حبيبات قابلة للانتشار، وقائي وعلاجي، يؤثر جهازي وبالملامسة وله القدرة على اختراق أنسجة النبات، وذو خصائص انتقالية على سطح الورقة العلوي والسفلي، يستخدم لمكافحة الفطريات المسببة لأمراض النبات ويمنع تكون الجراثيم وانتشار الأمراض. عبارة عن خليط متوازن من المواد الفعالة تزيد كل منها فعالية المادة الأخرى. يحتوي الكيلو منه على 500 جرام من المادة الفعالة دايمثومورف، وهو مبيض واسع المجال، قوي المفعول وممتد التأثير، وذلك للقضاء نهائيا على سلالات الفطريات والجراثيم والأمراض المستعصية التي اكتسبت صفة المناعة من المبيدات الأخرى، مثل الندوات المبكرة والمتأخرة، البياض الزغبي، لفحد الساق الصمغية، اللطع الأرجوانية، الإنثراكنوز، والأشنات، والجرب، وعفن وسقوط الثمار، واللفحة، بمعدل 50 جرام لكل 100 لتر ماء. فترة ما قبل الحصاد PHI، العنب، الأوراق 15 يوما، الثمار 3 أيام. متوفر في عبوات 500. للتواصل معنا اتصل بنا الآن على الأرقام الآتية: أرقام خدمة إدارة المبيعات، أرقام خدمة الدعم الفني وما بعد البيع، خدمة العملاء على الواتساب. تعرف علينا عبر هذه القنوات: فيسبوك، يوتيوب، تويتر،
وإنستجرام. شركة سباير، منتجاتنا معادلة صعبة، جودة عالمية بأسعار محلية.